أنا دكتور علاء الفقي، عميد معهد الوادي العالي للإدارة والمالية ونظم المعلومات. إحنا مكاننا في العبور. المعهد طبعا علوم إدارية وهندسة، الأكاديمية عبارة عن علوم إدارية وهندسة. العلوم الإدارية فيها 5 أقسام، عندنا تسويق، عندنا إدارة أعمال، عندنا محاسبة، عندنا نظم معلومات، عندنا إدارة عامة. ده بالنسبة للمعهد. احنا طبعا مهتمين جدا بان احنا نستخدم التكنولوجيا، بان احنا نطور من عملنا. احتياجات سوق العمل دايما في اللائحة عندنا، بنحاول نلبي متطلبات سوق العمل. ده بالنسبة للعلوم الإدارية عامة. وهندسة برضو فيها أقسام كهرباء، فيها أقسام اتصالات، فيها ميكانيكا، فيها يعني الأكاديمية عندنا مساحة كبيرة جدا، فيها جزء كبير جرين إيريا موجودة. إحنا بنحاول نطور المعامل، عندنا معامل كتير في للحاسب الآلي، عندنا معامل كتير قوي لقسم النظم، للولاد بيبقى بيستخدموا الكلام ده إيه في احتياجاته لتطبيقه في سوق العمل. طبعا مهم قوي نشوف التكنولوجيا، الحاجات الحديثة. ده بالنسبة مختصر كده للكلام. استقبال الطلبة النهاردة وأولياء الأمور على المعرض؟ طبعا واضح إن إقبال السنة دي مختلف أو زيادة أكتر من السنة اللي فاتت. إن واضح إن المعرض بدأ يجيب يعني الناس تحس بأهمية إنها تاخد فكرة عن المعارض، عن اللي بيحصل إيه أو اللي موجود إيه في الواقع. يعني فرصة سعيدة وربنا يوفقك. فرصة سعيدة. تعيش. أهلا.